دينا انت مره كتير حلوه، بس لحتى لو بضلني اسمعها بحب اسمعها. صعوبه على المره الجميله انه تقول يا عمي طلعوا في شيء تاني، انا مني بس جميله. بعد حياه العاطفيه رقم واحد. الجمال بالنسبة إلى نعمة مش نقمة. إما تتحولت الحياة من وردية إلى رمادية إذا أنت بصح لك تختار إذا بدك الحياة تكسرك ولا لا. أما المعاناة هي دافع للاستمرارية. بجرب فكر باللحظات اللي حسيت إنه في ناس حوالي. أي متى بلشت دينا تفكر هيك؟ دينا عزار ضيفة ميلاد حتشيتي بناس وناس ليلة الساعة 8:30 على المستقبل.